نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وصحبه واتباع الحماة لدين القويم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين وبعد إن الحمد لله تعالى All praise and all glory is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala. It is by the ni'mat and the favor of Allah subhanahu wa ta'ala that we are privileged to be here today, Yawmul Jumu'ah, this last Friday in this month that leads us towards Ramadan. And this special time that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in this Sha'ban, and Allah subhanahu wa ta'ala has also given us the opportunity by His grace that we are privileged to take advantage of this month. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned, as the wife of the Rasul,